نهار الخميس 13 يوليو 2023، كان محطة من المحطات اللي تأكد فيها أن الجارة الشرقية مسكينة عامرة غير هضرة وبلا بلا. لسانها طويل وعلى الخاوي، كيف كيقولوا لسان ماضي ودرع خاوي. زيادة على ذلك بانت ضعيفة وما حاملها حتى شي واحد في إفريقيا. أبيجان تقردعات الجزائر وممثل الجزائر وكل من عنده علاقة بهم واحد تقردعة خايبة، بانوا أقزام صغار بحيث ما قدروش يقنعوا إفريقيا باش تكون معهم. يوم 13 يوليو بان أن الجزائر وزفيفها معزولي بحال شي أيتام، بحيث جمعوا غير 14 صوت فقط، وخدا لهم اللي بالشملاني 38 صوت تبارك الله. أعطاحوا طيحة خايبة بينات الحجم الحقيقي ديالهم، اللهم لا شماتة. المهم زفيف بالفقصة مرضاش يصفق ويبارك المنافس ديال الشملاني، وخطلبها منه رئيس الكاف موتشيبي. عرفتوا علاش؟ لحقاش الشملاني حليف ديال المغرب. خلوها ناس زمان، الميت ما يقوم والصاحب ما يدوم وقليل الأصل ما عليه لوم. أش غتسنى من واحد ما يعرف شنا هي روح تنافسية؟ كل عامر غير حقد وسم. ومن الفوق حاولت الجزائر قبل ما يبدأوا الانتخابات على المقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا باش تخلي الزفيف ديالها يحصل على بزاف ديال الأصوات باش يربح، بحيث خسرات على هاد الشي الزبابل ديال الفلوس. ولكن هيهات، اللي عنده عنده، كيف كيقولوا راه سطل الخاوي راه ديما كيبقى يتقرقب واخا ما عرفتش دير ليه. وبالمناسبة زفيف هو تاني واحد كيمثل الجزائر وكيخسر في الانتخابات ديال المكتب التنفيذي بعد عمر بهلول رئيس رابطة عنابة اللي طاح حتى هو قدام الشملاني في انتخابات 2019 بالقاهرة، وجمعوا له حوايجه وقالوا له يلا تهلا. وبالخسارة ديال زفيف المنصب في الكاف، الكرة الجزائرية خدات ضربة قاصحة وبزاف على عكس التوقعات ديالهم. إما سيدهم وتاج راسهم سلق جاع كان سبع وكيخلع، بحيث هز الراية ديال البلاد الفوق كيف ديما وكيف والفنا. القجع محبوب وعنده قيمة، وهذا الشيء خلاه يبقى في بلاصته ومع الكبار، مع الناس ديال إفريقيا اللي كيقرروا في مصير الكرة. القجع بقى نائب رئيس الكاف ومول الميزانية خبر فراسكم. المهم القجع حاكمها مزيان بعلاقته والسمعة الطيبة ديالو. إما مسكين زفيف حاول يكون راجل مهم، لكن الله غالب الباب ديال الدخول كان عالي وعالي وكبير عليه بزاف، وبان باللي صعيب يطلع باش يوصل فين وصل سيد القجع والرجال ديال الكره في افريقيا. والله العظيم الا هاد زفيف ما كيحشم وتلبس قدك يواتيك صاحبي. سيهم زفيف راه عيا ما يطلب ويزاوق، والله ما عقل عليه حد. عرفتوا علاش؟ حيت هو نكره وبلادو ناقصها الهيبه، بلاد خاربه فيها غير الهضره والكلام وقليله الهمه والشان. داكشي علاش زفيف في الكوت ديفوار بقى معزول مصمك تالف ما عرفاش واقع، ما فهم والو، بقى مصدوم مسكين وخرج معصب وحاني راسو. نعاود نقول لك اسيهم زفيف، البس قدك يواتيك الله يهديك، خليو عليكم سيدكم القجع، راه سبع من السبوعه ديال المغرب. المغرب بلاد النخوه والهيبه والكرام والكوره.